قلنا على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد انتهاء موسم الصيف في البحر الأحمر. وتتفاوض المملكة الآن مع أكثر من 7 شركات سياحية ملاحية تمتلك سفنا سياحية عملاقة أو ما يعرف بالكروز. التفاصيل في التقرير التالي. بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر في شمال غرب السعودية والوجهات السياحية المحاذية في شرم الشيخ والغردقة والعقبة، سيتحول البحر الأحمر وخليج العقبة إلى نقطة استقطاب تعيد تشكيل خريطة السياحية العالمية بنقاط جذب لا تبعد عن بعضها أكثر من 3 ساعات. ومع وجود كل هذه الوجهات على ضفاف مياه واحدة، سيصبح مجديا لشركات الملاحة السياحية الأوروبية التي تشغل رحلات الكروز لانتقال بعد انتهاء الصيف من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، حيث الأجواء المناخية المعتدلة خلال الشتاء، خصوصا وأن هذه الشركات تواجه ركودا في الحركة اعتبارا من سبتمبر كل عام، حيث يتدنى الطلب على رحلاتها المتوسطية ويغلق بعضها إلى الصيف المقبل أو ينتقل بعضها للعمل في الكاريبي والمحيط الهندي، لكنها تواجه منافسة حادة هناك وتباعدا في نقاط الجذب في المحيط الهندي. وتتفاوض السعودية حاليا مع أكثر من 7 شركات سياحية ملاحية تمتلك سفنا سياحية عملاقة. وضمن خطط مشروع نيوم أيضا اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء مارينا متخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر. وفضلا عن العائدات التي سيوفرها المشروع لكل من السعودية ومصر والأردن، فإنه سيتيح اجتذاب أكبر شركات المناحة العالمية وشركات الترويج السياحي في المنطقة والعالم. سهى حمدان، العربية. وللمزيد حول تغيير المرتقب على مستوى السياحة في البحر الأحمر، معي في الاستوديو السيد محمد سعيد وهو مدير عام الشرق الأوسط في رويال كاريبيان كروز. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. شكرا. كنت عم تبع تقرير شفتك. أول شيء لك أن تضعنا بالصورة حاليا، كيف هي الكروزز اللي بتنطلق من المنطقة أو اللي بتستقطب مسافرين من المنطقة؟ كيف هو الروتينج حاليا لهالكروزز قبل ما نتحدث كيف رح يغير هذا الموضوع البلانز اللي معمولة لمنطقة البحر الأحمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا البلدان المضيفة للكروز لاينز وهي دولة الإمارات في بورت في بالنسبة لمحطاتا في أبو ظبي ودبي تستقبل السفن هذه. عندنا حوالي 5 شركات تستقبل السفن هذه في الإمارات من فترة الشتاء. وفعلا هي من أوروبا بعد المتقلبات الجوية في من أكتوبر لنوفمبر بتنطلق هذه السفن وبتعمل ريبوزيشنينج أو انتقال من مرحلة من محطة إلى محطة عشان تداول الموسم هذا في المنطقة الجديدة. فبالنسبة للإمارات بتداول الخليج العربي وبتزور بلاد كعمان وكالبحرين وبترجع تاني بالنسبة للإمارات لمدة 4 شهور اللي هي فصل الشتاء. فصل الشتاء. فإذا الإمارات حاليا تلعب دور بفصل الشتاء اللي بيكون البحر المتوسط الطقس لا يناسب الكروزز في هذا الوقت. صحيح. اليوم مع هذه المشاريع التي يتحدثون عنها لمنطقة البحر الأحمر، كيف ممكن أن تغير بالداينامكس؟ نفس النظام اللي تداولت أو ابتدت فيه الحكومة هنا في الإمارات بالنسبة للسعودية وستتدرب بنفس النطاق بتهيئ البورت أو التيرمينال لأنه يستقبل، غير أنه هو لما تستقبل الميناء ميناء بالنسبة لسياح بحريين تتكلم على في كل دورة أسبوعيا 5000 ل6000 شخص، وهذا لازم كمية استيعاب ولازم لها investment أو استثمار كبير. ومنها دلوقتي حاليا أرقام 2017 من دبي تستقبل حوالي 700,000 سائح بحري، وأبو ظبي تستقبل 200,000 سائح بحري. وهذه طبعا بتختلف وحتزيد من الـ بالنسبه للايكونوميكال او
بالنسبة للتأثير الاقتصادي في المنطقة من وأيضا منها السعودية، منها مصر، منها الأردن، وهذه كلها نقاط، لأنه الزوار الأوروبيين والزوار العالميين عموما كلهم يحبوا يجوا المنطقة ويستكشفوها، لأنه معالمنا برضو وعندنا معالم جميلة جدا في النطاق هذا. ماذا عن راوتينج الكروزز؟ يعني أنا هل بدي أسألك إنه الكروزز التي لا تستطيع أن تبحر في بحر الشرق المتوسط الميديترينيان بفصل الشتاء، هل ممكن أنه يصير إلى طريق مختلف عند مرورها من البحر الأحمر للوصول إلى مناطق أخرى؟ حاليا دائما بتطلق من أوروبا، نتكلم عن البحر الأبيض المتوسط، بتبتدي بتوصل لما تطلع بتمشي على طريق اليونان وبتخش على قناة السويس، بتقف فقط في العقبة وبتكمل إلى الإمارات، ومن الإمارات بتكمل إلى آسيا. فلفصل الشتاء، وهذه فرصتنا بالنسبة للشرق الأوسط، إن إحنا فصل الشتاء نأهلها إن هي تقعد فترة أطول. حيرجعوا اللي هم CLIA، اللي هم الشركة اللي هي المنظمة العالمية لشركات السياحة البحرية، تنظر إلى الهب أو الموقع أو محلنا في الشرق الأوسط كموقع مرموق ومهم جدا، إنهم يكونوا فيها فترة أطول من الشتاء حتى، لأنه حاليا فترة الشتاء بتتنافس ما بين آسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أمريكا أزوال. فحاليا إحنا عندنا فترة صغيرة لأنه عندنا محطتين فقط، لكن إن شاء الله مع التطورات الحاصلة في السعودية وخلافه على 2020 نتوقع أخبار حديثة إن شاء الله. بدأت تتحدث عن الإمباكت، عن تأثير. صحيح. حدث أنه في إيكونوميك إمباكت وفي تأثير على السياحة أصلا عالميا، هل في أي projections ممكن أن تعطيها؟ كيف ممكن أن يكون تأثير هذه الهبز الجديدة على السياحة وعلى التأثير الاقتصادي؟ زي ما قلت، يعني إن هو أرقام، يعني لو تكلمنا عن الإمارات لو حنعملها projection للسعودية أو حنعملها projection إلى مصر، لاحظي إنه حتكون في 3 دول مساهمة في 3 محطات مختلفة. فسيمبل ماث أو رياضيات بسيطة، إحنا بنقول إحنا بسم الله إن شاء الله أول سنة ممكن نتوقع أكثر من 1.5 مليون زائر بحري للـ3 مناطق هذه من خلال الشركات، لأنه إحنا الشركات الحالية اللي بتجي عن طريق الإمارات أو بعابرة أو موجودة في 5 شركات، لكن في 100 سفينة بتعدي بالنسبة للإمارات، بالنسبة لدبي، وفي حوالي 90 سفينة عدت عن طريق أبو ظبي، 200 سفينة. فنفس الأرقام هذه لما إن شاء الله تتهيأ البورت وتهيأ الميناء الموانئ هذه، هيكون نفس الأرقام هذه وزيادة، حتجي تعدي وحتوقف في البحر الأحمر. سمعنا إنه الحكومة السعودية تقوم باتصال مع شركات الكروزز الدولية، إلى ما ممكن أن تؤدي هذا النوع من الاتصالات؟ فكيف بصير التعاطي؟ هل ممكن زيادة أعداد الشركات التي تعمل في الشرق الأوسط بدلا من الشركات اللي ذكرتها حضرتك اللي هي حاليا تعمل بفصل الشتاء عن طريق البورتس بالإمارات؟ نعم، هو التنظيم كله بيكون بخلال CLIA اللي هي الشركة الدولية المنظمة لشركات السياحة البحرية، ومنها الهيئة، احنا بنتابع مع الهيئة وبنوفر لهم ان هو الإمكانية، لأنه التخطيط دائما بالنسبة للموانئ والسفن محدود جدا ودائما بيكون معمول سنة ونص قدام. فحاليا احنا بنتكلم في 2020 بالنسبة لهذا، وفي نفس الوقت أصلا الإنشاء وبياخد حوالي 2 سنين لعشان نكون جاهزين من الموانئ ومن الدولة ومن الشركات السياحية. من حيث الشركات البلانينج للكروزز المستقبلية، ذكرت أنه يجب أن تكون مهيئة لاستقبال أعداد كبيرة جدا من السياح اللي بيكونوا على متن الكروزز، أي نوع من البنى التحتية هي المطلوبة من أجل أن تصبح هب؟ السفن البحرية أحجامها بتفوق 150,000 طن، ليها لازم يكون لها عمق مناسب، ولازم يكون في بنية تحتية إن هي تستقبل، إن السفن هذه تقدر تدخل على المرسى. الناقلات دلوقتي حاليا مختلفة جدا، وعشان كده بالنسبة للناقلات الصناعية تكون مختلفة عن السياحة البحرية، الناقلات البحرية للسياحة البحرية. الشركات الكبرى ككارنفال وكرويال كاريبيان، شركاتنا سفننا حوالي 200,000 طن وتحمل حوالي 7,000 شخص. فلازم لها تجهيزات وبنية تحتية مناسبة إن هي تقدر تستقبل، وبما فيه بعد كده العمليات الهجرة،
النقليات، لأنه هذا عدد ليس سهل أنك أنت تستقبله كوفد أسبوعيا. آخر سؤال، ذكرت حضرتك أنه قبل ما نبدأ المقابلة أنه لا تسيرون فقط إلى الشرق، ولكن لديكم كروزز إلى مختلف أنحاء العالم، فبس فصلنا النقطة أي نوع من الكروزز هي التي تمر بالمنطقة حاليا؟ ذكرت الراوتينج اللي بيجي من أوروبا، بس أي مناطق ديستينيشنز؟ وبالتالي أيضا هل ممكن أن تتغير اليوم مع تغيير الهابز بالمنطقة؟ بالضبط، نعم. عندنا الرحلات اللي موجودة، عندنا 4-5 سفن بالنسبة لشركتنا رويال كاريبيان، عندنا 4 سفن في الصين وفي آسيا، تراوح ما بين سنغافورة والصين وأستراليا وفيجي، وبعد كده برضو بتمر عشان بتغير، عشان الأجواء بتغير مسارها حول العالم وبترجع تاني. دائما المسار بأنه هو من نصيبنا أنه دائما بتعدي داخل من المحيط الهندي وداخل البحر الأحمر، وبتكون معدي على الإمارات وعلى الخليج عموما، ومنها البحر الأحمر خارجا إلى أوروبا. فمهما إذا أتحنا الفرصة ووفرنا الإمكانيات، زي ما أقول لك النظر حيرجع ويكون أنه غير شركاتنا في 27 شركة أخرى وعندهم نفس النطاق هذا، أنه السفن رايحة إلى أمريكا وإلى أوروبا مرورا بالشرق الأوسط والبحر الأحمر بالأخص. فهذه مهم جدا، وفرنا الإمكانيات إن شاء الله. أنا متأكد وأعتمد أنه حيكون في النقطة هذه، وليس تكون نقطة عبور وإنما حتكون نقطة ابتداء ونقطة استمرارية بالنسبة للسياحة البحرية في المنطقة. أنا بشكر حضورك معنا سيد محمد سعيد، مدير عام الشرق الأوسط في رويال كاريبيان كروز، أهلا وسهلا بك. شكرا. للمزيد على